طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم المفضل. أيها الطلاب، يتكلم الناس كثيرا عن أهمية الصحة، ويقول بعض الناس إن الأطعمة مصدر لكل الأمراض. أمامنا اليوم نص يوضح هذا الكلام، وعنوان النص هو الطعام الصحي. تعالوا معي ندرسه معا. أيها الطلاب، عرفنا في الفقرة الأولى من النص عن زيارة عمتي ياسمين، ودهشنا من عمتي ياسمين لأنها أصبحت نحيفة وهي أنيقة في لباسها، وصارت رشيقة. وفي الفقرة الثانية نجد أن العمة في العشاء أكلت قطعة صغيرة من الخبز واللحم، وأكلت كثيرا من الخضر، وكانت تتبع نظاما غذائيا. ونجد أن العمة كانت في الماضي تتناول الوجبات السريعة والأطباق المليئة بالدهون، والنشويات، وكانت تشرب المشروبات الغازية، فأصابت عمة ياسمين بمرض السكري وضغط الدم والآلام في الأعضاء. أيها الطلاب، هذه أمراض خطيرة، وهي مشكلة كبيرة لعمة ياسمين. فماذا فعلت؟ زارت عمة ياسمين الأطباء للعلاج، ونصح كل الأطباء عمة ياسمين قائلين: شفاؤك في تناول الطعام الصحي. أيها الطلاب، هل اتبعت عمة ياسمين نصيحة الأطباء؟ نعم. فماذا فعلت؟ أولا أيها الطلاب، غيرت عمة ياسمين عادتها السيئة في التغذية، وثانيا مارست التمارين الرياضية، ونتيجة لذلك تحسنت صحة عمة ياسمين. أيها الطلاب، في الفقرة الرابعة نجد أن الأكل غير الصحي يضر الصحة ويسبب أمراضا خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان. ونتعلم أيضا أن صحتنا في غذائنا، وكذلك أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. أيها الطلاب، هذه صورة لتاج، وانظروا
إلى هذه الكلمة رؤوس. الكلمة رؤوس جمع، ومفردها رأس، والكلمة الأصحى جمع، ومفردها الصحيح، والكلمة المرضى جمع، ومفردها المريض. أيها الطلاب، الآن ننظر إلى بعض المرادفات للكلمات الموجودة في النص. الكلمة مدة مرادفها فترة، والكلمة دهشة مرادفها تعجب، والكلمة أعدت مرادفها جهزت، والكلمة اللذيذة مرادفها الشهية، والكلمة رد مرادفها أجاب، والكلمة الأكل مرادفها الطعام. والآن أيها الطلاب، ننظر إلى بعض الجموع لبعض الكلمات الموجودة في النص. الكلمة طبق مفرد، وجمعها أطباق، والكلمة وجبة مفرد، وجمعها وجبات، والكلمة ألم مفرد، جمعها آلام، والكلمة تمرين جمعها تمارين، والكلمة مرض جمعها أمراض، والكلمة نشاط جمعها نشاطات. والآن أيها الطلاب، ننظر إلى بعض المضادات لبعض الكلمات الموجودة في النص. الكلمة طويلة مضادها قصيرة، ومضاد لكلمة نحيفة سمينة، والكلمة صغيرة مضادها كبيرة، والكلمة أكثر مضادها أقل، والكلمة يضر مضادها ينفع، والكلمة الأصحاح مضادها المرضى. أيها الطلاب، قد وصلنا إلى نهاية شرح هذا الدرس، وأرجو أنكم استفدتم منه. إلى لقاء قريب بإذن الله إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.